حبيبي والله المر والله العظيم ده المره اللي فاتت استنيتك حبيبي يا شيكو. عامل ايه؟ اه استنيت. انت معاكش تليفون حبيبي؟ مش معايا. ايه الاخبار؟ يعني ولا معايا تليفونك ولا انترنت عليا؟ انا معتمد على ايه؟ معتمد اللي انا يعني انا سجلت رقم عندي حلو، فانا كنت المفروض بعت لك رساله. المفروض ما اعرفش ايه اللي حصل بقى. خلاص بقى، فانا قلت خلاص. انا على فكره والله انا بقول لك يعني انا كنت ساعتها كنت باخد تريننج فين؟ في السيت سنتر دير. بس نكمله بعدين بقى. اهلا وسهلا. اسماعيل. اسمك كريم ايه؟ اسماعيل. اسماعيل مصري؟ لا لا مش مصري. لا نفسك باين عليك سوري كده. العلم لو هنا وانت قول لنا والنبي على كي اف سي. احنا فين؟ فين بقى؟ احنا هنا. هو في سكند فلور. ستارت ووكينج. تمام، هنكمل ماشي زي ما احنا كده. ماشي تمام. يا اسماعيل متاكد؟ يا اسماعيل متاكد؟ اخويا ابن محافظ دبي. عارف ان ما تقلقش، سيب لي نفسك هظبطك. يا سعيد اسماعيل احنا بقالنا ساعه، احنا وصلنا اسكندريه. يا اسماعيل وصلت ابيس. انا في البراند ده اصلا اللي هو كلانكس ده. طب والسفينه دي؟ كلانكس دي هتنزل امتى دي ولا ايه؟ بصوا يا جماعه، انتوا مش متخيلين حجم الشاشه دي قد ايه. بس هو مثلا يعني يجي له ايه 3 ادوار مثلا في عماره حاجه زي كده. دبي مول اقسم بالله. بص الروقان كله. انا مش عارف عيني ليه دي بتدمع على طول كده يا جماعه. يا عم شادي، الشاشه دي كام بوصه يا باشا؟ دي 42 بوصه بس ربنا كرمها. صح كده استرتش دي يا باشا. اهم حاجه احنا كده دخلنا على اسكندريه، وصلنا على المنصوره. خريطه جايبه صح يعني كده خلصانه كده. احنا داخلين على المنصوره كده كده يا باشا. هجيبكم لحد ملاوي عندي. ماشي، ولا تشغلوا بالكم من حاجه. ملاوي جاي لكم لحد عندي. ثق فيا. عارف انت ثق فيا. تراست مي في نفس البراند كذا فرع. اي تراست يو. للاسف يعني انا مضطر اهفته. بص يا جماعه بقى، حوض السمك ده يعني يعني ما شاء الله عليه. بصوا الله، بصوا حاجه ما شاء الله يا جماعه. حاجه عارفين انت، حاجه اللي هو يعني تبسط العين كده، حاجه جميله قوي. بس علشان مش هادي ايه، انا جاي لك اهو. الحوض السمك ده موصل للدور اللي تحت، يعني حاجه كبيره جدا ما شاء الله. ده في غطاسين. لا احنا هنرجع لهم بقى ناكل، بس ناكل اكله حلوه كده عشان شادي جعان خلاص. هو جاب اخره وبقى لنا ساعتين بندور على كي اف سي، فناكل كده ونرجع له تاني. بعد لف ساعه اسماعيل طلعتهم فوق الارض. قلت له والله، قلت له في الارض في فرع فوق، بس هو طلع في الارض. استنى بقى يا عم، استنى بقى الاول يعني نشكرك. طب الاول طيب يعني يعني شادي يا جماعه ما شاء الله، يعني بص يعني جاب لنا كارت الفراخ شوية بطاطس عشان بس احنا يا عم كل يوم. ومعانا اسماعيل. احنا فطرنا مرتين بس النهارده يا جماعه. لا خلي بالك انا ما رضيتش افطر، ما رضيتش افطر. انا فطرت مرتين. المنظر الجميل ده. اكل بعد كده نكمل عشان ايه الاكل. شادي هيخلص الاكل.